طيب دلوقتي انا عاوز اشوف إيه سحب الامبير العادي للموتور، عاوز اشوفه بيسحب كام امبير. انا دلوقتي فصل الثلاجه هوصل زي ما احنا شايفين، بدات بواحد وستة من عشرة وبقى عماله تنزل دلوقتي لحد الامبير الطبيعي بقى 7 من 10 امبير، وهتنزل كمان شويه لحد 6 من 10 امبير. ده الامبير الطبيعي لما اقيس على داخل الموتور. اي سلك من 3 اسلاك الموتور، الثلاثه يديني نفس القرايه لان الثلاث اسلاك متماثلين ما يفرقوش اي حاجه عن بعض للثلاث ملفات.